من أنجح وأسهل أنواع الكيك اللي ممكن تعمليها بكل بساطة، والنتيجة ما شاء الله هايلة، حاجة كده سفنجية هشة وبلون ذهبي وجميل، يعني حاجة كده ما شاء الله تختفي العقل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله نعمل الكيك الجميل اللي انتوا شايفينه الذهبي ده بخطوات بسيطة وسهلة جدا. إن شاء الله لأول مرة تعملي كيك هتطلع معاكي ناجحة وبنتيجة ممتازة، بس اتبع معايا الخطوات وتابع الفيديو للآخر علشان لو أي تريكة صغيرة ما تفوتهاش في الفيديو. وأتمنى لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في لايك وكومنت، ولو ما اشتركتيش في القناة بتاعتي يلا ابدأي اشتركي فيها، بس تفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل إشعار جديد بفيديو جديد إن شاء الله هنزله على القناة بتاعتي. وياريت ما تنسيش كمان تشارك الفيديو مع أصحابك وحبايبك إن شاء الله. يلا نبدأ الفيديو، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويلا بينا نبتدي نجهز المكونات الكيك الخطيرة بتاعتنا. أول حاجة نجهز البولة بتاعتنا ما يكونش فيها أي نقطة مية، تمام. وبعد كده هبتدي ان انا اجهز 3 حبات من البيض حجمها يكون متوسط بدرجة حرارة المطبخ. هنزل الثلاث بيضات بالشكل ده في البولة بتاعتنا، وهبتدي ان انا انزل عليها رشة من الملح. رشة الملح دي مفيدة جدا، بتخلي البيض معايا يبتدي لما اجي اخفقه ان هو يرتفع معايا سريعا. بعد كده هضيف عندي ظرف من الفانيليا، وبعد كده هضيف عندي كوب من السكر. الكوباية اللي انا بجيب بيها المقادير هي كلها كوباية واحدة بس. خلاص هبتدي اخفق بقى المكونات كلها مع بعض بالشكل ده. بصوا كده تلاحظوا ان الخليط دلوقتي اللون بتاعه لون اصفر، انا عايزاه ان السكر لما يبتدي ان هو يدوب معايا يبقى الخليط هيبتدي ان هو يبقى لونه فاتح شوية يوصل لمرحلة اللون الاصفر الباهت. خلاص كده هبتدي اخفق كده سريعا. ممكن في المرحلة تستخدمي المضرب الكهربائي او ممكن تستخدمي المضرب اليدوي زي ما انا ما عملت كده. هي كلها كام دقيقة كده وتلاقي خلاص الخليط معاكي ابتدى يرتفع بالشكل ده وابتدى اللون يتغير، تمام. دي النتيجة اللي عايزين نوصل لها. خلاص ما فيش سكر، نتأكد ان ما فيش سكر في القاع البولة بتاعتنا. خلاص كده تمام. يلا نبدأ بقى ان احنا نضيف المكونات بتاعتنا. بعد كده هبتدي اضيف الزيت، كوب الا ربع من الزيت. الزيت بتاعنا يكون طبعا ملوش اي روايح، زيت نظيف عشان يطلع الكيك معانا نتيجة هايلة. هبتدي بقى ان انا اقلب كده من تحت لفوق بالشكل ده. خلاص حاجة بسيطة قوي. وبعد كده هبتدي ان انا اضيف معايا الحليب، يكون حليب دافئ ما يكونش بارد، يكون حليب دافي. كوباية وربع، انا ضفت هنا كوباية وربع من الحليب زي ما انتوا شايفين كده. واقلب برضو بنفس النتيجة من تحت لفوق بالمنظر ده. لاحظوا ان انا مستخدمة المضرب هو معايا على طول. وبعد كده هضيف عندي نص كوب من جوز الهند، بيديها نتيجة ممتازة، الريحة تبقى حلوة قوي، طعمها بيبقى خطير جدا جوز الهند. برضو هبتدي ان انا اقلب بالشكل ده من تحت لفوق كده. انا بدوب بس المكونات مش اكتر عشان ما هبطش الكيك بتاعتي، واتجاه يبقى اتجاه واحد. لو انا عملت ناحية اليمين يبقى كل اتجاه ناحية اليمين. خلاص انا كده خلاص كده المضرب هبتدي ان انا اشيله على جنب عشان اضيف المكونات بتاعت الجافة. هنا هضيف معايا الدقيق. خلاص انا ضفت هنا معايا الدقيق، كوبايتين وربع من الدقيق. هبتدي اجيب المنخل بتاعي وهنخله طبعا علشان ادخل فيه الهواء اكتر. هبتدي انخل اول كوباية عندي، يعني انا بقسم الدقيق بتاعي، اول كوباية هبتدي اضيفها واسيب الكوب وربع الباقيين. خلاص نزلت الدقيق بالشكل ده، هبتدي ان انا اخفق من تحت لفوق، ادوب بس الدقيق اللي انا ضفته ادوبه مع الخليط كله. بصوا كده اتأكد بس ان هو الدقيق ابتدى يدخل في الخليط. هبتدي كمان ان انا ادخل بقية الدقيق بتاعنا عشان بس ما يعملش معايا اي كتل والنتيجة تبقى ممتازة ان شاء الله. هبتدي بقى ان انا اضيف الكوب وربع من الدقيق بتاعنا و 15 جرام من البيكنج باودر زي ما انتوا شايفين كده، او ما يعادل معلقة كبيرة. خلاص هبتدي انخل كمان الكوباية التانية، وبعد كده هضيف ربع الكوب من الدقيق. اهم حاجة طالما دوبت او دخلت الكوبايه الاولانيه من الدقيق الموضوع معايا هيبقى سهل، وهضمن ان شاء الله ان مفيش اي كتل تبقى في الكيك بتاعتي، تمام كده. هبتدي بقى ان انا اقلب بالمنظر ده بسيط جدا عشان ما هبطش الكيك بتاعي. بصوا شايفين كده واحده واحده بالراحه كده، مش مستعجلين على حاجه. بصوا كده حالا ما شاء الله الخليط الدقيق ده معايا في المكونات واختلط بيها، الخليط متجانس بالشكل انت شايفينه ده، ناعم ما شاء الله حلو قوي. هبتدي بقى في الاخر هضيف عصير ليمونة. عصير الليمون ده بيخلي طبعا الخليط بيبقى لونه فاتح، وبيساعد ان هو يخلي الريحة بتاعته بتبقى اقوى واحلى بكتير.
جربوا الطريقة دي هتعجبكم ان شاء الله. وخلصت خلاص مهمة المضرب، هبتدي بقى ألم الخليط بتاعي الجوانب كلها والحواف، هلمها بالإسبات ولا بالشكل ده. بصوا بقى الخليط عامل ازاي، دي النتيجة اللي احنا عايزين نوصل لها. وهنا نكون بقى محضرين الصينية بتاعتنا اللي احنا هنضيف فيها الكيك. الصينية بتاعتي حط لها سمنة او زبدة، وبعد كده عاملة عليها رشة كده من الدقيق، يعني عملت لها عملية تبطين علشان الكيك بتاعنا ما يلزقش في الصينية. تمام. وافضل انواع الصواني اللي انت تستخدميها للكيك او البسبوسة لا خلاف عليها خالص ولا جدال عليها هي الالومنيوم. الالومنيوم جميل جدا في الكيك او البسبوسة، بيطلعها ما شاء الله ممتازة ممتازة جدا. بصوا كده انا ضفت الخليط كله في الصينية بتاعتنا بالشكل ده. الصينية بتاعتي مقاس 28. وفي أثناء المرحلة دي نكون مجهزين طبعا الفرن بتاعنا، مشغلينه مسبقا، رف يكون وسط، درجة الحرارة 180، يعني يكون شغال في أثناء الفترة الأخيرة واحنا بنجهز الكيك. يلا نبتدي بقى ندي الكيك كده الصينية بتاعتنا خبطة والتانية والتالتة عشان نفرغ منها الهواء، ونبتدي ندخلها الفرن بتاعتنا دلوقتي حالا إن شاء الله. مدة تسوية الكيك 35 دقيقة ل 40 دقيقة بالظبط، مش اكتر من كده. بس انت لو لقيتي ان السطح بتاعها لسه ما وصلش لمرحلة الذهبي، هتشغلي عليها الشواية حاجة بسيطة وتاخدي بالك منها كويس جدا. اول ما توصل للون اللي هو الذهبي ده خلاص تقفلي الشواية، ونبتدي بقى نختبر الكيك بتاعتنا ونشوف شكلها عامل ازاي. ما شاء الله هنلاقي التسوية بتاعتها مظبوطة جدا. في هنا معلومة مهمة قوي، اول ما تطفي على كيك بلاش انت تطلعيه من الفرن مباشره، لا خليه على الرف بتاع الفرن، بس افتحي باب الفرن شويه لحد لما الكيك بتاعك يبتدي يهدى حاجه بسيطه قوي، وبعد كده تطلعيه، يعني ما تطلعهوش على سطح بارد مباشره. دي اللي بيخلي الكيك ان هو يهبط معاك بسرعه وتيجي النتيجه مش كويسه. تمام. اول ما يطلع الكيك يعني هسيبه شويه كده يهدى حاجه بسيطه، وهو دافي هبتدي ان انا انزل عليه العسل بتاعنا على السطح، او ممكن انت تضيف مربى زي ما تحبي، يا ده يا ده، اي حاجه من الاثنين، والاثنين بصراحه بيدوا طعم جميل جدا ممتاز. او ممكن كمان شربات الحلويات لو تقيل هتبتدي ان انت تنزليه عليه كده حاجه بسيطه، يعني مجرد ان احنا بنديها زي تلميعه كده للسطح بتاعها. وكمان علشان عايزين نضيف جوز الهند، لان هي كيك جوز الهند، عايزين نضيف عليها رشات من جوز الهند ويبتدي ان هي تتماسك على السطح بتاعها. بصوا كده انا خلصت خلاص، ضفت العسل بتاعنا على سطح الكيك، هبتدي انزل عليه جوز الهند. وبعد الكيك بتاعنا ما هدي تماما من درجة الحرارة، هنبتدي نقطع الكيك علشان نشوف شكلها كمان من جوه عامل ازاي. يلا نقطعها بالسكينة ونشوف الشكل بتاعها. عايزه اقول لكم الكيك هشه جدا جدا، لدرجه ان انا بطلعها وانا اصلا قلقانه جدا ان هي مثلا تتقطع مني ولا اي حاجه. يعني شايفين هي لدرجه طراوه بتاعتها قد ايه، مفروله قوي كانها زي قطعه كده جاتو. بصوا الشكل بتاعها من على الجنب عامل ازاي، ما شاء الله هشه قوي واسفنجيه بالشكل انت شايفينه ده. النتيجه ناجحه قوي قوي فوق ما تتخيلوا. وتعالوا كمان نفتحها كده القطعه من جوه ونشوف فيها مثلا اي فراغات ولا اي حاجه. لا ما شاء الله ممتازه جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. قربت لكم الكاميرا كمان عشان تشوفوها اكتر. بصوا كده ما شاء الله النتيجه هايله ممتازه جدا. بصوا عايزه اقول لكم هتعشقوا الكيك دي، هتعشقوها بجد بجد، رهيبه جدا والله، مش كلام وخلاص، لا هي فعلا الكيك جميله قوي. طعمها كان حلو جدا جدا. انا عارفه بجد انتوا زهقتوا من جدا جدا اللي انا عماله اكررها دي، بس بجد يعني عايزه اوصف لكم بصراحه قد ايه هي طلعت جميله وتحفه جدا. عايزاك تجربيها بنفس الطريقه بنفس الوصفه بالظبط وبنفس الطريقه عشان تطلع معاكي مظبوطه ان شاء الله. اتمنى يكون الفيديو النهارده عجبكم ويكون وصل كده لقلوبكم ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.